الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان مساء ألق يليق بحضوركم بل هو أجمل المساءات إنه فرحة وطن فرحة يوم التخرج التي تتزامن مع أول ليلة من ليالي نوفمبر المجد فكل ما يحيط بنا يتمايل طربا وابتهاجا فما أسعدنا بهذا اللقاء المشهد أصدق من أن نعبر عنه بالكلمات أو نصفه بالعبارات اليوم سيقطف الخريجون ثمار غرسهم التي نضجت وحان قطافها حفلنا الكريم لقد دابت الكلية التقنية بعبري على بناء الموارد البشرية الوطنية ورفض القطاعين العام والخاص بالكوادر المؤهلة لتساهم في دفع عجلة البناء والإنتاج والتطوير وها نحن اليوم ندفع بالكوكبة السابعة من الخريجين والخريجات وقد نهلوا من العلوم والمعارف ما يؤهلهم للقيام بدورهم على أكمل وجه ويساهموا بفاعلية في بناء هذا الوطن إخواني الخريجين والخريجات نحو الأفق البعيد ترنو أحلامنا فتعانق عنان السماء سعياً وراء تحقيق ما نطمح إليه فجميلة هي الأحلام لكنها تحتاج إلى تخطيط وعمل لتصبح واقعاً ملموساً لقد أصبحنا على أعتاب الخروج لحياة جديدة حياة العمل فها هو المستقبل يفتح ذراعيه لنا مستوى البكالوريوس تخصص المحاسبة كلثم بنت عبد الله بن حميد المعمرية رجاء بنت سالم بن حمد المنذرية خميس بن جمعة اليعقوبي